واسمي محمد جاسم حسن علي قنبر، أقضي عقوبة طالب للحرية لمدة 115 عاما منذ عام 2015. توجد لدي في جميع أجزاء جسمي الرصاص الشوزن المحرم دوليا وبالخصوص في منطقة الرأس. إدارة السجن توفر العلاج والرعاية الصحية الكاملة. تقدم بعدة رسائل لمدير السجن وبالإضافة لقاضي تنفيذ العقاب. خلال مراجعة لعيادة السجن خلال شهر فبراير تصادف وجود المفتش العام اللواء خليفة بن أحمد المسؤول عن ملف حقوق الإنسان بمعية المدير العام ومدير السجن، حيث قمت بشرح وصفي وبشرح وضعي الصحي وتم وعدي بحلحلة الأمور. لكن حتى اليوم لا يوجد بصيص أمل. أمانة التظلمات والمؤسسة الوطنية لجأت إليهم عائلتي وتم الاكتفاء بالرد أنه يوجد لدي موعد. لا أعلم ما المقصود بلدي موعد. وضعي الصحي متدهور. محمد جاسم، سجن جو البحرين، 6 أبريل.